الفترة الشتوية كيف راح يكون وضعها زي الصيف؟ الفترة الشتوية احنا بشكل عام يعني بعد ما شفنا الموضوع درسنا يعني ما اتوقع الفترة الشتوية بتكون هادية جدا، اتوقع انها بيكون يعني استقطابات فيها جدا محدودة، ممكن احتياجات محدودة عشان ميزانيات ولا انه الفترة الشتوية عادة ما يكون فيها الافضل؟ كلها السوق يعني العرض اللي موجود في لن تجد في الفترة، انا تكلمت ترى مع رؤساء تنفيذيين للاندية وبحكي معهم يعني لن تجد في الفترة الشتوية يعني إيه ما تجد فيه يعني أحد عليه الكلام، يعني ما بتلقى فترة شتوية لاعب متخانق مع مدرب، لاعب يمشي، لاعب يعني تلقى، ما بقول لك ما تلقى، تلقى لاعب ممكن يكمل لك الموسم تحتاجه في شيء معين، مسابقة معينة، تبغى توصل أول أربع مراكز ولا تبغى تطلع من دائرة الهبوط ممكن تلقى أحد، بس بشكل عام إحنا ما نشجع عليها.